السلام عليكم. أهلين حاج نواف الموسوي. كيف الشغل؟ الحمد لله. فينا نطبع شوية رزنامات؟ لك تكرم عينك، رزنامة للحزب؟ صحيح للحزب. هي تكرم عينك، بس حاج نواف هلا مش وقت رزنامات، رزنامة بيعملوها أول السنة. هلا أنت شو فارقة معك طباع ولا يهمك؟ أوتك منطبع ليش ما منطبع؟ حاج نواف سؤال، حاطين الأيام والأشهر ورا بعضهم مزبوط؟ إيه مزبوطين. هيك نشيك عليهم. كانون، شباب، أدار، نيسان، أيار، زيران، أيار. يا عمي في غلط. شو الغلط؟ أياري بيجي قبل حزيران مش بعده. عرزنا متنا بيختلف الوضع. كيف يا عمي؟ مش معقول حاطين إنه السبت واحد حزيران، الأحد اثنين حزيران، تنين ثلاثة حزيران، تلاتة أربع حزيران، الأربعة خمسة حزيران، الخميس ستة حزيران، الجمعة سبعة أيار. ولك كيف يا عمي؟ من بعد ستة حزيران بيجي سبعة حزيران مش سبعة أيار. لا عرزنا متنا إذا رح يضل الرئيس مئاتي والرئيس سليمان ماشيين بالانتخابات بتسعة حزيران عقانون الستين، رح يجي سبعة أيار قبل تسعة حزيران بيومين. دارت لك؟ يعني سبعة أيار جوكر. صح، لما ننحشر مننزل الجوكر. رح تطبع؟ ايه رح اطبع طبعا.